عقدت في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة بعرض ورقة السياسات الخاصة بمناقشة التوصيات والذي نظمته مؤسسة اس او اس او اس للتنمية بدعم من الاتحاد الاوروبي. تفاصيل اوفى في التقرير التالي. برعاية وزير الدولة محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس بدأت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن ورشة العمل الخاصة بعرض ورقة السياسات الخاصة بالعلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي لمناقشة التوصيات والتي نظمتها مؤسسة SOS للتنمية بدعم الاتحاد الأوروبي خلال الورشة تم مناقشات مسودة ورقة السياسات الخاصة بالعلاقة ما بين الجانب الحكومي ومنظمات المجتمع المدني ووضع توصيات رفعها إلى صناع القرار حضر عمل الورشة الدكتور محمد حمود مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومنسق الورشة للمشاريع الأخ محمد القربي مثل هذه الورش نحن نحب أن يعني تتعمم بشكل مستمر لإذابة الفجوات التي أحياناً تحصل ما بين منظمات المجتمع المدني ومكاتب المكاتب الحكومية في السلطة المحلية مثل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب التخطيط لكوننا جميعاً نستند إلى قوانين ولوائح تنظم عمل منظمات المجتمع المدني وأيضاً المنظمات الدولية الداعمة لهذا الشريك المحلي الذي يتمثل في منظمات المجتمع المدني وعن طريق مكتبي التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشؤون الاجتماعيه والعمل في تنظيم اليه نشاط هذه المنظمات سواء كانت الدوليه او المحليه. طبعا اليوم نحن في ورشه استعراض ورقه السياسه الخاصه بالعلاقه بين منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي ومراجعتها ووضع توصيات لرفعها الى اصحاب القرار. طبعا ورقه السياسات هذه تناقش العديد من الجوانب بين العلاقه بين الجانبين المهمين في المجتمع اللي هو منظمات المجتمع المدني والجانب الحكومي نحاول قدر المستطاع في هذا المشروع اللي هو مشروع تعزيز الفضاء المدني من اجل التنميه الشامله وتمكين منظمات المجتمع المدني فالهدف الاساسي هو اشراك منظمات المجتمع المدني في صنع السلام والحكم الرشيد فنحاول نوسع الفضاء المدني والمساحات المدنيه لمنظمات المجتمع المدني لكي تعمل باريحيه ووئام هي والجانب الحكومي شارك في الورشة ستون مشارك ومشاركة من منظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالوكلاء ومديري المديريات والمكاتب التنفيذية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نحن بدأنا في النقاشات الأولية وعطيت لنا فرصة أنه لازم نضيف إلى هذه الورقة والتي يعني تصبح ملزمة للجانب الحكومي وايضا للجانب مؤسسات المجتمع المدني. اليوم اجتماعنا او ورشه العمل تضم الجهات الحكوميه ومؤسسات المجتمع المدني وزاره التخطيط ووزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل ومؤسسات المجتمع المدني المختلفه بحيث التعرف على نقاط القوه ونقاط الضعف وبالتالي تعزيز نقاط القوه وتفادي نقاط الضعف والخروج بمسوده سياسات يقرها الجميع تكون سعيدة يعني وقد تم تقديم حول المشروع والأنشطة المنفذة وأوراق عمل تتعلق بالتمويل والتحديات ذات الصلة وتحديات البيئة القانونية والتنظيمية من سرعب الجليل قناة عدن فضائية من العاصمة المؤقتة عدن